السلام عليكم خاوتي، أزول تحية لكل شاب دائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم، قناة أوروفينيك دي زاد، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية، ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف. وتحية عطرة لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا. خاوتي، حصة اليوم إن شاء الله، سمحونا كالعادة على الغياب لمدة حوالي أسبوع لأسباب مهنية، ونعود لكم بإذن الله. اليوم نتكلم على مباراة الجزائر تونس. نجيكم صراحة خاوتي، أنا ما تفرجتش أي مباراة للمنتخب الوطني بعد نكسة الكاميرون في شهر مارس 2022. من ذاك الوقت قاطعت المنتخب الوطني، لأنه يعني ما استوعبتش الإقصاء من كأس العالم، إقصاء المدن بعد خيبة الكان وخيبة كأس العالم ضد الكاميرون. ما هوليش نتفرج، ولكن راحت نكسة الكود. ما تفرجت عدة مباريات، مباراة السويد، طنزانيا، أوغندا، آلي روتور، نيجيريا، شفت بعض اللقطات. اليوم قلت نتفرج مباراة تونس، لأن منتخب تونس منتخب محترم، منتخب اللي كان مشارك في كأس العالم. قلت اليوم نشوفوا المستوى الحقيقي للمنتخب الجزائري، شوفوا التغني تغنى به الناخب الوطني ومسانديه، أغلبية الهيشر، ومن صحافة بودورو، قولوا بلي راه يبني في منتخب وطني ويبني في منتخب عالمي، منتخب كذا وكذا. قلت اليوم والله نتفرج ان شاء الله كونتر تونس. تفرجت المباراة، سمحوا لي خاوتي، ما شفت والو، تعادل مخيب، كان غير كان تعادل بأداء كبير. وشفنا نظرة، شفنا طريقة اللعب، ولكن لم نرى شيئا. شفت نفس المنتخب اللي كان في تدهور منذ مباراة بوركينا فاسو، لما قلنا بلي المنتخب راح رايح للهاوية، والكان ستكون كارثية، كان الكاميرون لازم دق ناقوس الخطر قبل مباراة الكاميرون المصيرية والفاصلة. لكن اليوم مباراة تونس بينت لأنهم متخبيبين المناصرين الهيشر، المناصرين تاع الملعب وهادوك تاع وان تو تري، والله أكبر، هادوك مساكين تاع ستاد، هادوك ما يعرفو غير سيبورتو، ما يعرفوش قيمة الانتقاد. ولكن هنا اليوم نتكلمو الحقيقة بلي هاد المنتخب مع بالماضي رايح للهاوية. والآخر قلنا لكم بلي المنتخب هذا ما غادي يزيد حتى حاجة، هذا الانسان ما غادي يزيد حتى حاجه في المنتخب الوطني، انه صلاحيته اصبحت كبيره، هو يعين رؤساء الفاف، هو يتحكم في مركز سيدي موسى، هو يدير اديداس، هو مناجر تاع الجوار في قطر، هو كذا، هو يدير كلش مباريات ودي، هو الكل في الكل. اليوم شفنا منتخب تونسي سيطر على المباراه تكتيكيا. نتحدى اللي يقول لي باليوم بلي المنتخب الوطني كان عنده تكتيك. المنتخب التونسي سير المباراة كما يريد، ضيع عدة فرص وكان قاب قوسين او ادنى من الفوز وبنتيجة معتبرة، لولا التحيز الحكم. الحكم الموريتاني كان في صف الجزائر. مباراة خلينا نتكلم منذ الحصة على الحكم ان شاء الله اليوم او غدا، بعد نستشير عدة حكام دوليين، نستشيرهم على اداء الحكم، لان ضربة الجزاء الجزائر مشكوك فيها. كاين ضربة جزاء حقيقية لمنتخب تونس، كاين حكم تونسي عرقل المنتخب التونسي، الحكم الموريتاني عرقل لاعبين تونس.
ما يخفالكمش نهار اللي ربحنا نيجيريا 2-1 في وهران، الله ربي تخدم له هذاك تاع تونس محرز، حتى هذا الحكم الموطني بربروه في الجزائر. من توصل انت تخدم حكم في مباراة ودية، احنا وراه البناء وراه التكوين وراه شبيت اي بناء، خليه يلعب نورمال. جو سي با، شفنا رواق ايمن كارثي، دفاع مهلهل. هذا الدفاع ديال يلعب كوب دافريك في الكوت ديفوار، يقول لك اليوم الكوتش نادو صحفي قال لهم بلي انا نبريباري كاس العالم 2026. ايه سي محمد، وكوب دافريك تاع كوت ديفوار زعما نورمال تخسرها بريمي تور كاع زعما اسقي باباك هذا، باسكو لقيت الهايشر اللي دعمك. بصح كاين الهايشر، خليه الهايشر مدخل لاجيري في لاجيري، مدخلها في حيط الهايشر، لاجيري في كل المجالات مدخلها في حيط. 70 دقيقة، حوالي 70 75 دقيقة، المنتخب التونسي كان هو يصول ويجول في الملعب، دار دور الكرة، نسق هجومي، لعب تكتيكي قوي. منتخب الجزائر والو، مرتبك، منتخب مرتبك، منتخب هزيل، مدرب متهور، تشوفها تحسب لا فينال تاع كوب دي مونتا يلعب عليها، يطلع يزكي دابس داك الجوال عبدي، دابس كلام غير بد، قاله له دوك نديرو عليه حصة يا ربي اكتب، يقول هذا باغي يلعب كأس العالم، وهاكا راه يربك في اللاعبين تاعو، غيحطم في معنويات اللاعبين. كي يدير يقرا المباراة هو قاعد نهار ويزعبط، كان ماتش ويزعبط، كي غادي تقرا المباراة؟ تكون مدرب رزين، تشوف المباراة تقراها، كان والو، مكانش نهج تكتيكي. منذ مباراة، من قبل مباراة الكاميرون، من قبل كان منتخب بدون هوية، منتخب هزيل، ماغري تدعيمات تاع لاعبين جاو بسبب بنزيما وزيدان الله يخلف عليهم كتر خيرهم، مشاكلهم مع ديشو، كاع اللاعبين جاوه، جاو عدة لاعبين لكن لم يوظف، ما عندهمش. المشكل ما راهش في لاعبين يا اخواتي، المشكل راه في مدرب، مدرب متهور متغطرس، ساق فقد البوصلة. أرجع مدرب فقير تكتيكيا، فيه غير الهضرة ولسان، من تشوف يهضر في النادي الصحفي تقول كتفرج ماتش واحد اخر، احنا وسيطرنا ودرنا، واش مش نوالو، ماش تناولوا لاعبين، ملقاوش شكون اللي موتيفون يوظفهم، ما كانش خطه تكتيكيه واضحه، ما كانش نهج تكتيكي. تونس لعبت خير منا، تحب ولا تكره، وين راهم اللاعبين تاع اليوزما اللي كانوا يقولوا بلي اوغندا الناس فرحانه ربحنا في اي، اللي قلنا لكم بلي اوغندا منتخب ضعيف، ربحنا اري روتو شفتو في سان جوين العام اللي فات ما كان والو، حمام ربحتهم النيجر دات معاهم ماتش نيل في ملعب اوغندا قبل ما احنا لعبناهم، في لعبنا معاهم في ملعب محايد، حتى قوموا لكم. تنزانيا ما عندهم والو، ربحوهم في مصر، ولعبنا في جابوما في ملعب تحفة عالمي، أرضية كان زربية، ما عيان نمبر وان يخلط ويقول أرضية عيان، من الناس شافت الماتش قال لك أرضية زربية. فهمش مدرب، خرج مدرب متبريرة، هذا المدرب فري متبريرة، إفلاس تكتيكي، ما يعرفش، مدرب مهلهل، دفاع مهلهل، هذه اللي نقولها لكم. هذا الناخب الوطني بين محدودية مستواه، والمنتخب راه رايح باي باي. انا من قولي روح اوغندا، قلت لهم اوغندا وتقول لي لو فلان لعب خير في جوا فلان، يا قلت لهم العبره بالخواتيم. واحد قال لك ليزمو من اوروبا غادي يلعب، يا ودي ليزمو جابهم غير باش يخدم مصالح زاد شي، باش يهرسوا رومبو تاع الرابطه باش يتنحى، باسكو ما تمشيهمش في بعض الامور، وغادي دوك يجي سيبتهم نصهم ماشي، من الاغلبيه ما يعيط لهمش، اخي يلعب ويباتيني نورمال. راح له بن ناصر، راح له بن سبعيني، كولا السيد صاي ما عندهاش البديل، سكو ما يخدمش. دوك يروح غدوه من الايروبور، يهرب لالجي، يهرب للدوحه ولا باري، ما يبانلكش حتى سيبتهم، ما يعلم واحد، ما يحاسبه، ما حضر، ما حضر لي ماتش، ما ولا بلا حتى واحد، ما كانش لي حاسبه. ضيعنا عام وثلاث اشهر، 15 مو ولا 16 مو
فايدة الله يجيب كلا التورا. نعم أبو زوار السيد جيب لهم جوالة سكة الحشر، جيب لهم فلان جوال فلاني، أي الفيسبوك يهضروا، جا عوار، جا عيط نوري، جا شايبي، جا هذاك قيطون، هذاك قيطون حمام. نهار الأول قلنا لكم هذا قيطون يلعب في دوزيام ديفيزيون تاع باستيا، منتخب جزائري قوي يلعب في يلعب فيه جوال تاع باستيا دوزيام ديفيزيون. لك حل جا راح القاطر، من بعد قال لك لا انا ما كانش على بالي نروح القاطر، هاو تكافينا احنا كافي الهايشر ياهم امنينك. وين راكم؟ ها من تربحوا اوغندا منه تخرجوا في لي بوبليكاسيون في الفيسبوك وتقولوا وانا وتحماكم الفرفاره، غير ديروا فو با تخشوا باللي تخطوا واحد قاعد تخباو كي النعاش، ما تخرجوش واجهه، ما تقولوا لا اعداء، اعداء تاع بالماضي. ادي دي حكايتك وروح، كان لا اعداء لا والو، انتم اعداء الجزائر اللي تتمسوا بالشيطة والتقديس وما تبغوش الانتقاد البناء. من هذا المنبر نقول لكم حاجه، ما خوفي يا ادم والاصعب جاي ان شاء الله، يقع تسونامي اللي هضرنا عليه في اعز الصيف، تتغرب الحياه بعد هذا الاونتري اللي يلحقها الدوره ان شاء الله، لانه يخدم في مصالح بعض المحيط المتعافين في الكره الجزائريه والعصابة سيدي موسى، ولا الحادثه باقيه. تحيه لكم، وان تو تري فيفا لاجيريك.